الجامع طبيعة الحال حنايا باش نتكلموا على أغنية يلحن أبو الحب. يعني اختاريت عنوان شوية صعيب يمكن من تجارب عامة، ولكن الهدف منه طبيعة الحال بعد شوية على اللون الحساني. علاش؟ نزولا عن طلب جمهوري، لأنه فاش درت كتغنيني ولا كانت أغنية ناجحة الحمد لله، و فبغوني في لون أغلب، فاختاريت يعني لم أجد في اللون المغربي العصري أفضل من تعامل مع الإخوان على رأسي الحاج شيخ محمد علي، اللي الشرف انني تعاملت معاه. ليس تجربة خاصة باش نكون واضحة وصريحة، ولكن من خلال تجارب الناس اللي معايا والصديقات والاحباب ولا من تجارب الناس الاخرين تتعلم. فانا درت رسالة بصفة عامة انه ليست نهاية العالم، وكيف كيقولوا الناس يعني فيبغ توت سول، يعني ميل فوا ميو كو مالا كومباني، يعني هذا مثال معروف. طالما انا غنعيش سعيد ولكن على حساب نفسي لا، غادي نكون اغاني كيف قلت لكم افرو، جوج قطع افرو، وكاين اغنيه اللي غادي تكون انا متاكده انها غتكسر الدنيا، لانه معتبتي بواحد الطريقه هزليه كوميديه ولكن في نفس الوقت فيها معنى، والكليب غادي يتصور في بروكسل. وبالنسبه للاغاني الاخرين كل شيء غادي يتصوروا هنايا، وعندنا واحد الحاجه اللي غادي تكون يعني 90% لحد الان، وهو دخول فريق ايموراجي في الكليب. يعني غادي ايموراجي ديال الضحك غادي يكونوا لاول مره، لانه الكليب الاغنيه هي حسانيه افريقيه، وغادي تشوفوا فيها يعني وريتميك، غادي تشوفوا لاول مره يمكن التمثيل تمثيل ان شاء الله. وعلاقات الله اكبر. لا جمع تكسير، هذا لا ماشي جمع تكسير، هذا بقى عقله واخا ادب عربي، جمع تشويه ليس جمع تكسير، حرام عليك. أعرف على علاقتي، يعني وحدة لا تخلق لي ضرر لأنني لا أتكلم عن نفسي، يعني لا لست المقصودة. فأنا كنتكلم كيف قلت هي نابعة من تجارب الآخرين وليس من تجربة خاصة، ولو كان من تجربة خاصة لو كنت كتبت واحد الكلمة أو شي حاجة، لأنني عندي القدرة للمواجهة، وعندي القدرة الحمد لله أنني لو حاجة تخصني أنا غنقول إيه تخصني، يعني ما يجبرون على الكذب، ليس هناك ما يجبرون. كاينة أغنية اسمها كلمة نبغيك، يعني أنا كلمة أنا زوينة، والأخرى اسمها سكي زين، أغنية اسمها سكي زين بالحسانية، هذه غادي تشوفوها يعني انا متاكده ان شاء الله باذن الله. سكي زين، حنا عندنا في الصحراء كنقولوا سكي يعني طوب، وزين زين طوب زين طوب زين، ولكن غتكون بطريقه يعني تكنو طوب ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.